أما وي قد طال التجنب والهجر، وقد عذرتني في طلابكم العذر. أما وي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أما وي إني لا أقول لسائل، إذا جاء يوما حل في مالنا النزر. أما وي إما مانع فمبين، وإما عطاء لا ينهله الزجر. أما وي ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. إذا أنا دلاني الذين أحبهم، بملحودة زلج جوانبها غبر. وراحوا صراعا ينفضون أكفهم، يقولون قد دم أناملنا الحفر. أما وي إن يصبح صدايا بقفرة، من الأرض لا ماء لدي ولا خمر. تري أن ما أنفقت لم يك ضرني، وأن يدي مما بخلت به سفر. أما وي إني رب واحد أمة، أجرت فلا قتل عليه ولا أسر. وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. فإني لا آلو بمالي صنيعة، فأوله زاد وآخره ذخر. يفك به العاني ويؤكل طيبا، وما إن تعرته القداح ولا الخمر. ولا أضرب ابن العم إن كان إخوتي شهودا، وقد أودى بإخوته الدهر. غنينا زمانا بالتصعلك والغنى، كما الدهر في أيامه العسر واليسر. لبسنا صروف الدهر لينا وغلظة، وكلا سقاناه بكأسهما العصر. فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرع بأحسابنا الفقر. وما ضر جارا يا ابنة القوم فاعلمي، يجاورني ألا يكون له ستر. بعيني عن جارات قومي غفلة، وفي السمع مني عن حديثهم وقر.